أخبار جديدة عن الفلك وأخبار وأحداث مهمة دائما نقولها لكم بفيديوهاتنا. وبهذا الفيديو رح نحكي عن دخول الشمس لبرج الميزان يوم 23/9 صباحا أو فجر 23/9 إلى ظهر يوم 23/10. فعشان هيك يوم 23/10 كل اللي بولدوا من نص الليل للساعة 2 الظهر هم من مواليد برج الميزان وليس من مواليد برج العقرب. طيب شو تأثيرات دخول الشمس لبرج الميزان على الأبراج الـ 12 من 23/9 إلى 23/10؟ خلينا نشوف مع بعض ونبلش بمولود الحمل. طبعا مولود الحمل وجود الشمس مقابلك ببرج الميزان بيسبب لك مشاكل وأحداث غير مريحة. دير بالك على قراراتك وأمورك خلال هذا الشهر، ما تعمل أي قرار ممكن تندم عليه. وأيضا في عندك يومين بهذا الشهر هم الأصعب اللي هم 26 و27 أيلول سبتمبر لما يكون القمر والشمس مقابلك ببرج الميزان. فالمطلوب منك الهدوء، الانتباه على الصحة وما تعطي قرارات. هذا الشهر هو الأصعب خلال 2022، فكون حذر يا مولود الحمل على كل أمورك وقراراتك. نروح للثور، والثور ممكن ينشغل بالعديد من البرامج والدعوات الاجتماعية خلال هذا الشهر أي من 23/9 إلى 23/10، وممكن يكون في عندك بعض النجاحات العملية. حاول تستغل هذا الشهر قبل دخول الشمس العقرب يوم 23/10، وهي الفترة راح تكون مناسبة لك للدعوات، لتلبية الدعوات، الكاريزما، للحضور القوي. ولكن دير بالك على صحتك ابتداء من الأسبوع الأول من تشرين الأول أكتوبر. من الثور بنروح للجوزاء، والشمس موجودة ببرج صديق ألا وهو برج الميزان. عشان هيك يا مولود الجوزاء حاول تستغل هدول الأربع أسابيع كتير منيح، يعني 23/9 إلى 23/10 فترة مناسبة للمبادرات والقرارات وأي شيء صعب. حاول خلال هذا الشهر أنك تعمل أي شيء مهم. وأيضا ممكن يحتوي هذا الشهر على بعض الفرص للسفر وأيضا سمع أخبار جيدة ممكن طولت أو تعطلت وما وصلتك بموعدها. فإذا الجوزاء هو شهر ممتع إيجابي، والحظوظ رح تكون داعمة لإلك بشكل كبير. منروح لبرج السرطان، وبرج السرطان يعني تواجد الشمس ببيت الصحة والعيلة بوجه أنظارك كلها مولود السرطان للصحة والعيلة خلال هاي الفترة. فمن 23/9 إلى 23/10 انتبه على صحتك كتير منيح، خصوصا يوم 26 و27 أيلول سبتمبر لما يكون القمر والشمس مقابلك ببرج الميزان. الأمور العائلية أيضا مهمة، ممكن شراء بيت جديد، وممكن أيضا أنه في بعض المشاكل العائلية اللي ممكن تحل، ممكن في تقلبات بخلال هذا الشهر وبعض المفاجآت من أقرب الناس لإلك. من السرطان بنروح للأسد، بعد ما الأسد عاش هيك شهر أو الأربع أسابيع الماضية عاشهم هيك بملل وتوتر وهيك كآبة نوعا ما لأنه ما في أحداث مهمة، هلأ وجود الشمس في الميزان بدعمك يا مولود الأسد بشكل كبير، وبتركز أكثر على أمور السفر، على أمور الدراسة، على أمور الحياة الاجتماعية. بدك تغير جو صراحة، يعني العمل رح يمشي معك زي ما بدك، ممكن الأمور الدراسية كمان تمشي معك زي ما بدك، وأيضا فرص السفر أو إذا أنت ماشي بمعاملة أوراق سفر رح يكون في أخبار جيدة خصوصا بالأسبوع الأول والثاني من تشرين الأول أكتوبر. منروح للعذراء، العذراء زعلان صراحة، زعلان أكيد، الشمس راحت من عنده والزهرة كمان شوي بتروح من عنده، ويعني وجود الشمس بالميزان بوجه أنظارك للأمور المالية. الأمور المالية مهمة لإلك يا مولود العذراء من 23/9 إلى 23/10، هاي الفترة راح يكون فيها تغييرات مالية مهمة، ممكن في أموال راح تدخل بجيبتك مؤجلة من عمل إضافي، ممكن أنت بتستنى من حدا يوصلك مصاري، فالوضع المالي راح يكون جيد لمولود برج العذراء، وممكن تنشغل ببعض القروض المالية. بالنسبة للعمل بدك تركز أكثر مولود برج العذراء، ما بدك تكون كسول بأدائك لأعمالك، ممكن الحياة الاجتماعية تكون مملة وخالية من الأحداث. بنروح لبرج الميزان اللي هو راح يكون البطل خلال هاي الفترة، البطل مولود الميزان. فوجود الشمس عندك من 23/9 إلى 23/10 بيكسبك النشاط والحيوية، يعني هلأ بتبلش سنتك الشمسية يا مولود برج الميزان، في أحداث كتير راح تكون داعمة لإلك، والزهرة راح تلحق الشمس بعد أسبوع يعني 29/9، فراح يكون في عندك كتير تغييرات مهمة، ممكن دخول بعلاقة عاطفية جديدة، ممكن فرص على نطاق العمل، وأيضا في عندك شعبية واضحة. فاستغل الحظوظ يا مولود الميزان من 23/9 إلى 23/10، هي الفترة الأجمل والأفضل لإلك طول هاي السنة.
من الميزان بنروح لمولود العقرب، ومولود العقرب يعني نوعا ما شوي متوتر عنده الوضع. ليش متوتر عنده الوضع؟ لانه وجود الشمس بالميزان بيت ال 12 بوجه لك المشاكل يا مولود العقرب، والتعطيلات بالعمل بامورك الشخصيه. حاول تنتبه بخلال هاي الفتره انك تعمل اي شيء مهم من قرار او فعل، واجل اي شيء مهم اذا بتقدر لبعد 23/10، لانه هدول الاربع اسابيع راح يكون فيهم توتر وتراجع كثير كبير صحيا ونفسيا اكثر من اي شيء ثاني. من العقرب بنروح للقوس، والقوس اللي لازم يستغل هدول الاربع اسابيع كثير منيح. يعني شوف مولود القوس من شهر 7 بلشت الامور نوعا ما تتراجع عندك، اجواء غير مريحه دائما بالصيف، انت الافضل بتفضله الشتاء، وكل ما رحنا للشتاء بيكون وضعك افضل. لكن هاي الفتره هي مناسبه قبل دخول الشمس لبرج العقرب لإلك، لانك ترتاح، لتعطي اهتمام اكثر لامورك العاطفيه، تدعمها، وايضا تعطي اهتمام، خلينا نحكي مولود القوس، لحياتك الاجتماعيه وتلبيه الدعوات. هدول الاربع اسابيع مريحين جدا، مش يعني ما فيهم شغل، ولكن راح يكونوا اريح من الاربع اسابيع الماضيه اللي كنت مركز فيها على الشغل اكثر من اي شيء ثاني. الى برج الجدي، وبرج الجدي راح يكون مضغوط. مضغوط هي كلمة صغيرة لمولود الجدي، اللي ممكن يدخل بمشاكل كثير إلها علاقة بالعمل، وهذا نعتبر، خلينا نعتبر أن الجدي هذا شهر العمل من 23/9 ل 23/10، وجود الشمس وبعديها الزهرة برج الميزان بوجه لك فرص عملية مهمة يا مولود الجدي، وبنفس الوقت بعمل لك ضغوطات عالية خصوصا يوم 26 و 27 سبتمبر. بدك تنتبه أنك ما تصدر أي قرار عملي ممكن يؤذيك بالمستقبل. فمولود الجدي راح تركز أكثر على الشغل، حياتك الاجتماعية والعاطفية ما راح تكون بالحسبان عندك خلال هدول الأربع أسابيع. ننتقل للدلو. الدلو هلا يعني خلينا نحكي بده ينتبه من الحوادث بشكل عام 23/9 ل 23/10، قيادته بالسيارة، الحوادث بشكل عام، يدير باله بخطواته خلال هاي الفترة، وأيضا بده ينتبه مولود الدلو على القرارات. هلا الحظ راح يكون معك، راح ينشلك من المشاكل، هيك ينشلك شيء يا مولود الدلو، ولكن بنفس الوقت بتحس إنه بعدوانيتك قاعد بتدمر علاقتك بالناس اللي حواليك، وإهمالك بسبب لك تراجع بالعمل، فبدك تنتبه من هدول أو الثلاث نقاط هذول مهمين، هم الحوادث، الإهمال بالعمل، وأيضا العدوانية إنها ما تكون موجودة عندك حتى ما تندم عليها بالأربع أسابيع اللي هم راح يكونوا بعدين أو بعد 23/10. أخيرا الحوت، يمكن ما حدا مكيف قد الحوت. ليش؟ لأنه كان مكتئب الحوت له أربع أسابيع، مشاكل وأحداث، وكثير ناس بيشوفوني بيقول لي هاي سنة الحوت، شوف إيش صار فينا بأربع أسابيع. هلا دائما وجود الشمس العذراء بتوتر الحوت أو بتعمل له مشاكل، والحوت بيستنى 23/9 ليخلص من هالمشاكل والأحداث الصعبة. فمن 23/9 ل 23/10 هي فترة جيدة وإيجابية، كل اللي غلطه وكل المشاكل اللي صارت ممكن تنحل خلال هاي الفترة، وأيضا رح يكون في عندك نشاط مش طبيعي لإنهاء المسؤوليات والأعمال المتراكمة اللي عندك. ممكن حياتك الاجتماعية تكون أفضل، في عندك بعض المبادرات، ولكن خلينا نحكي رح تنشغل ببيتك وبشغلك أكثر من أي شيء ثاني، لكن رح تكون عندك طاقة إيجابية. هاي كانت إذن توقعاتنا لدخول الشمس لبرج الميزان من 23/9 فجرا إلى ظهر 23/10. تمنياتي للجميع بشهر جيد وإيجابي وخالي من المشاكل. ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج FM.